مبسوطة يا حلب. إلى سوريا اتجهوا وفيها يقتلون ويقتلون ويعودون إلى العراق في أكفان. إنهم عناصر ميليشيا النجباء الذين زج بهم في معارك الدفاع عن نظام الأسد وتاهوا بين نيران أعدائه وحلفائه. المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن ارتفاع عدد قتلى ميليشيا النجباء إلى 5 خلال اشتباكات مسلحة في مواقع متفرقة في بادية دير الزور خلال 72 ساعة الماضية. ميليشيا النجباء هي من أولى الميليشيات التي أرسلت عناصرها إلى سوريا، وكانت مشاركاً رئيسياً في معارك حلب أواخر العام 2016، حيث خسرت العشرات من عناصرها وأسر آخرون على يد فصائل المعارضة السورية. هاي النجباء؟ هاي أسراك؟ ارتكب حينها عناصر النجباء جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، إذ تحدثت تقارير إعلامية عن مقتل 82 مدنياً على الأقل بينهم نساء وأطفال بنيران ميليشيا النجباء وقوات النظام السوري أثناء اقتحامهم لأحياء بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين. وعلى الرغم من توقف العمليات العسكرية في سوريا بعد اتفاق أستانا بين روسيا وتركيا، إلا إن مصير الميليشيات القادمة من العراق إلى سوريا لم يحسم بعد، وبانتظار أوامر من إيران التي استقدمتها تحت شعار حماية المراقد المقدسة وتحرير القدس والمقاومة والممانعة، ليدفع آلاف الشبان حياتهم ثمناً لأطماع توسعية ومشاريع تخريبية.